فرحة مرض قلبي وانا خايف الدنيا تعيد قولي احكي ولا اخبي ولا وصف الكل سعيد افلحوا من الدنيا انا لي ولا انت عنا شتاني اول مرة اول فرحة يا عم قبلك بنحية لا انت مش قلت لك وقف في اليمك دي اللي جابك في اليمك اللي هنا ها انت عجوتك لسه بتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في اليمك الثانيه حاضر بدل انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين تروح جاي اليمك الثانيه على طول صح قلت له ليه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو انا عارف فين دلوقتي؟ هترمي هنا لا بص شفت بقى انت الغبي يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك اهو مش كفايه دول يا لمبي ده مش استرجل يا مش استرجل ايه يعني لما راح لك الصباح؟ ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي انت بتبطك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش الم وكل شويه اقول لك حبولها تقول لي ما اقدرش الم وبولها برضك؟ هو حسك عينك حنك اصبعك يفتح اوعى انت فكر في حاجه تانية افلح وملد الدنيا انا ليه؟ الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا؟ ايوه لمبي ابوك بيموت ما عنديش يد يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا مات يا ابويا يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليف بيموت يا رجاله يلا في داهيه ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسه كده يفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني ده بيموت يا بهيم ها امال هنعمله ايه يا معلم اهدى يا ابني الله يسترك اهدى مفيش غير حل واحد ايه هو ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب مين بقى؟ اللمبي مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي يبقى يلا بينا يا رجالة يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسة وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بقايا صح يا معلم وسع أبويا 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 عارف أبويا أبوك بيموت يا كده وفضايح في قلب المنطقة وابوك مات وابوك ما ماتش وعمل لي دربكة في قلب المنطقة دي كده انبوبة 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 طب خلاص اثبت بس انا عجب قاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا عايزك تاخد نفس عميق وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبه غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت اولى بيه بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اكسجين حاضر اهو متوتر انا اصلي
ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه يا ايه يا بابا؟ عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى. لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك. اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي. لا وقت رأس يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدل انك بتموت ولا حاجه وكل دي كلها طالعه في الاشاعات كلها. قول لي هتموت الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه. لو في تاخير قول لي عشان في قرش جاي سبوبه. فاضل ادي ودني يقول. كان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا مامو جوه عيون لمبي وهو جاي على باب عيون ابويا ابويا. ست قطعتها ست قطعتها. ايوه ايوه جميل يا بيت. انا اخلاص. ايوه معقوله يا لميز خططيني عليك كنت فين؟ ما تخافش عليها يا باش ما انا معاها. اختنا هيل. مين الست دي يا جد؟ تعالي يا حبيبتي انا هقول لك. تعال نبي البنت دي. يا بنت بنتك؟ بنتي ايه؟ ما تجيني بنتك. مين دي اللي قاعده دي؟ انت عايزه دي ولا دي؟ هي دي اللي قاعده. مين دي قاعده هنا؟ البنت دي بس دي يا صحفيه يا اختي ولا حاجه؟ ايوه صحفيه. احنا بقينا فرجه. بقول لك يا اختي عندك حاجه بقينا فرجه. ده شوية هيجيبوا لنا زولاي ولبوا ويرموا علينا واحنا قاعدين. يا ريحة ويا مية. لمصي ايه ده؟ سمعينا مزيكا؟ حبيبة قلبي حبيبة قلبي جدو. ايه المزيكا الحمراية دي؟ في حياتك يا لمبي. حياتك الضيقة. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا انا بيجي ورايا. ايه؟ ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه؟ فين؟ اشبك! ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ اشبك! انت بتقفل ولد الشارع ولا ايه؟ يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا لمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين. ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو. يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا اللي التخريب بتاع ابويا؟
ده راجل زي ما بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش، ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم، امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا؟ شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين، لان انتوا كنتوا بيهموكوا الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعيه. يا لمبه انا مش عايز اذيك. ده فرجنا هتزين ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش الناس اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبه انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. ما ده اللي ياكل، تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوه بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بسجده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين، ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ الليمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا ليمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ليك الشوق هوبا فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها اللي مش عاجبه كلام على سن مطوطه هنا والفه تنوره وتفضل ينيلك وينيل مواعيدك يا لمبي مفرهدني. بسبوسه لمبي هات بوسه بسرعه كده يا ولد. احنا في الحته يا بنت. هات بوسه يا بنت. ده خلاصي مجنون وبموت في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى. ده الدنيا بيجري ورانا يا بنت. يا بنت اجري بسرعه يا بنت. يا بسبوسه يلا بسبوسه. خرابي طيب انت خلاص مش قادره. مد شويه يا بنت. مش قادره يا بنت. خلاص بقى انا فرهدت. انا مش عارفه هو احنا مزاجينا ايه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت. لايت ابويا مات يا بسبوسه. عمك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه. عمي هريسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص ايوه خلاص. ليه؟ يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت، خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه؟ علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت لما ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده. يا عسله نيله. هو احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي. ايه ده يانا؟ تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعال يا بوس بس تعال. شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ انا مفيش حد اكيد. ايوه بنت ما تقلقيش ما تقلقيش ان شاء الله. بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه ان شاء الله. اهو ولادي. يا لهوي هو عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا. يا بنت خدي. خايفه؟ ما خايفه من ايه؟ ده رجل ابويا. وبعدين هو عامل لي علامه ها يقول لي فين اتجاه الكنز. ماشي انا اروح اعرف ايه. لا هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هعديك بالدماغ. خلاص خش ايه يا بسبوسه؟ خش خايفه. خش ايه ده؟ يا بنت استني يعني هعرق بوافره. استني شويه اهو. ايه؟ ايه يا بنت؟ اهو بميه الدهب وانشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. والله ايه في حاجه بتشيل خلني. خايفه يفرقع.
دي بنت فرقة ايه ده؟ ايه؟ ايه دي؟ ايه؟ دي بنت في حاجة جوه بنت الشيخ ده. ايه ده؟ مد دي كده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده. اقرا. ايه ده؟ ايه ده انت؟ انت بتستعي عليا ما انت عارف اني ما اعرفش. ايوه عشان انا بوريك الثقافة. طب انا نزلت في المستوى ده يا بنت. طب لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه. اعترف ايه دي؟ ايه دي برضو؟ اعترف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريف دي؟ اعترف مكان طريق. 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 ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي. ناحية المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنزي ولا كنز. في كنز ولا كنز؟ اه. والنبي دي شكل واحدة هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه وبعدين ادينا ورا باب الكذاب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح. وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت. لو النعمه حنوت. اوعي. حنوت. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ فضلت هو يجيب لنا اثنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لفحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده ما فيش اكتر من رجاله عند ابويا. ومالك يا بنت ليه كده يا عم بعينك مفجحه؟ عشان رجاله. رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني يا جماعه؟ انتك عسل يا نيله. البنت المفروض عايزه اقرقش بقك ده الوقت كده. سيادة ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايزه احذف في المنور بس عشان شالت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. صوتك. طب جيبي بصه في الحاجب ولا في الغرفه. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله و... ايه اللي حصل؟ اقطع دراعي من عند بقي. لما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد. انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النعوره دي ما كنت تجيب الكلام من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس يا بنت. طيب حاضر. يا بنت مات والمصحف ده زعلان قوي. يا لهوي. ايوه كمان واحده يلا. يا لهوي. واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس في المنطقه. يا لهوي. ايوه زغرتي بقى. بنور فيك يا بنت المصحف. احنا حنت من ابوك. انا نحي يبقى من ميت يعني اللي حصل. احنا حنر بيت من الحفره ونيجي. عم الله يا نهار اسود. والنبي يا ريت المراحيل يخلوا بالهم من المرحوم. يا دي الليله الزرقاء. انا مش عارف هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. هو صوت ايه؟ عارفه ده انت بسبوسه؟ تعرف لو احنا ناخد لنا مدفن؟ ها؟ لما ناخد لو خدنا مدفن فلو انا لو انت خدنا مدفن هنا ها؟ يلا امشي امشي ساعد الباب ساعد الباب ساعد الباب ده ده تاريخ الاول انت واللي جايبينك يا لب ابوك لسه ميت يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال تعال من هنا من هنا على مهلك على مهلك اطلع اطلع فوق اطلع يا عم اطلع يا عم انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق اطلع عذبه جامد عشان خاطر ما قالش مكان الكنز فين يا رب ده ما عرفش الكنز ايه يا ست الكل مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا ما تصبر يا اخويا انت وهو مش صاربعين على ايه الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم بس ده طول قوي كل ده بيقرا الفاتحه طب استنوا هنا يا رب تتعذب لو ما طلع الكنز مكانه مش يا لمبي
ايه يا بنت؟ ايه يا بنت في ايه؟ انا فزعتني اللي قلت في جثه قفشتني تحت. يقطعني، عايزك تراضي رجاله. بس كده؟ عينيا، شكلي رجاله قوي. قال شاكرين قوي، شاكرين قوي. خلاص كده مرضيين هم؟ مرضيين ايه يا لمبي؟ اديهم فلوسهم. قال فلوسهم؟ انا مش فاهم اثنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس؟ يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ انتوا جايين هنا ليه اصلا؟ جايين عشان نتحاسب. تتحاسبوا؟ طب وانا مانعكم بحاجه، ما تنزلوا التربه ينزلوا تتحاسبوا. جاي ايه يا لمبي؟ ما تديهم اوجه دفن ابوك. انا جاي يا بنت، انت بتتجنن كده ليه؟ عشان تبع ابوك ولا ايه؟ ما تديهم فلوسهم. هديهم نيله فلوسهم خلاص. لا هذا معاك فكت، معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ اه انا معايا فكت 10 جنيه. 10 جنيه على بعضتها. وريني كده. ادي ال 10 جنيه، وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5. 5 جنيه انت دافع 10 وهو 10، ماشي؟ استنى نحط ده، احنا ما لين بياكل حق حد ده، هي خلاص يعني؟ عبيط انا؟ اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي؟ بس ماشي يا عم، انا خد يا عم ده 5 كمان اهو كده. مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. لا الفل ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه، كملوا بقيه حساب انتوا. يلا الف سلامه. ميتين من الاخره جايين هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو، لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدوده، اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعود عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا يا بسبوسه، مش كلام، انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع، الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت اللي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بتكلم نفسي بقى، انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضلمه كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه. هنعمل ايه في القدس؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت، بين نفسك احسن بنار ايدك اكسر لك بسنانك. راشي سخن ودمه فايش. دم الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيب البوسه بقى. بس يا لمبي في ميتين. يا بنت تجيب البوسه في القبور دي كده. يا لمبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي، تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. تعالى. بس خلي بالك وانت نازل. تعالى بس انت اللي خلي بالك. انت ايه يا لمبي بالراحه؟ ما تخبي، ما تنزل بقى هنزل. هتنزل؟ ايوه يا بنت نازل. طبعا انت واخده على الحكايه دي، ابوك السفير الاموات. يا بنت بالراحه، انت محسنين داخله بيتكم. بسرعه شويه يا لم. الله. تصدق يا لمبي تربه ابوك شرحه. شرحه؟ اه صدقني فعلا شرحه. اخدها لك سكن جديد؟ يا بنت ده مدفن. مدايم النواجذ. ايه انت جاي تدفنني ولا ايه؟ جاي يا لمبي انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. لا لو خايف تقولي من دلوقتي، مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجه، ده انا اذبحك انا وادفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ من ده الحمد ده انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجة، احنا بنجري من ايه؟ يا ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. اه ايه؟ طب بص عشان خاطر لنا يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجة على بعضنا، صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده وفي عيال وفي خلفة وفي لازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. ياه يلا خش يا لمبي، ايه اللي خايف ومش خايف؟ نصيبة دي، يلا تعالى. ده ايه اللي انت دي؟ الله شفت عامل ايه؟ اهو ابويا رافع رجليه ناحية الكنز. كنز؟ هنا بالحتة دي. بس احنا هنهكت يا قصب ازاي؟ جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش فيها ماله بدماغي بقى. في جديد؟ ايه رايك بقى؟
جيل. هلو جيل، تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا يلا خش خش فين؟ هو ضلمة ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لمبي؟ زي بنت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو، واضح ان احنا حاضرين دلوقتي عايز. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا يا بتروز. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز، يلا بسرعة جايين. اه مفتاح الكنز. نعم اغنيك المصحف، لان مش هستغنى عنك طول حياتي. دخل في القهر بتاع قشطه، دخل بيت في القهر بتاع الحقني يا لمبي يا حبيبتي مظبوطه. الحقني يا لمبي، يا رب يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنه يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعدة بتشايش. ايه ده اللي فيه ده؟ انت طلعت المريضة دي ولا ايه؟ بقولك والنبي امور خواجة، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مرايه. اسكندريه يعني بينه وبين السيده زينب ساعه ونص بالديجو، سبع راكب واخد الكنز واخلع بقى. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي هلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا حبيبي مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ يا حقي صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت هلا مشي من اليمه دي. الله امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، انت مش ارض الحكومه، ده بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه اعملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ما فيش حد مانع عينه ولا ايه؟ ده انت اللي عامل لي فيها فرنيطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر رمله بدمك. الله بتعمل انت اللي انت اللي هاور فيهم يعني؟ يا ابني من ايه يا ديار؟ ايه يا ديار ديار؟ انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها مال. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياد. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. مينا مينا عاكشين على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. مينا يا رجال اوعى منزل ايدك. يا ابني تنورني. متشكرين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟
انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى، انت هتقولي الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الريس سنجاري كلب. الريس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى ريس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتشتمني يلا. نبو المصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف، انا مش سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عسلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى لو ادوك كراكول. يا عم أنت ما تتكلمش خالص، أنت بقى نزل إيدك يا علي. يا أخي عيب بقى إيدك بقى. الله. يلا بينا على الكراكول يا رجالة. يلا 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 يلا. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي يا عم انت والنبي يا عم انا مش سيدنا من المصحف، انا مش سيدنا زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ مين يقول لك هو اللي حرام اركب ابو عسليه؟ اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي، الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول ما تقول حاجه لله بقى. الولد على حق. اهو النبي على حق، سيبني بقى. اصلا اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط، في مفتاح وفي باب فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابع ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله حد يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. يا ولد يا ولد. دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات سعادتك. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. دواء يا عم يا عم مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبه اللي كانت قاعده على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام اعصابك يا فندم اعصابك. خلاص يا غريب بنظام، احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده ولا 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 انت ما تغلس، امنع الكلام والا قسما بالله. اهو حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكوا لي. الولد ده هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيده زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع الكلام. انا مش من هنا والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف، والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر، فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام يلا بره. باخد اقف مكانك، اثبت جوه كما كنت كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل. لا 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 عملت حاجة ربنا عايز والله ما عملت حاجة. بس محدش يخش. اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير؟ لا ولا 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 قوم قوم.
لا نهزر اقعد حاضر اثبت مكانك حاضر كما كن حاضر اقعد اقعد حاضر ده احمد في سفنك كتير في سفنك احمد صحت الباشا انا مش من هنا انا اصلا من سيده زينب وراجل ضاع من الطعميه وعلى باب الله بدنا انت مش واخد بال حضرتك انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب استنى استنى, بس... استنى نعم انت كنت جاي من عند مين انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار في قلب ايه؟ في قلب السحرة احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا جرايا يا عمنا ما قلتناش الولا اللمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ ولد ايه؟ اشرب ايه الطازي ما عملوش حاجة اشتعل عليك يدوم الواجب ابو الشنبان انت تؤمر يا حليمة من عينيا من عينيا بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي ماشي يا حليمة طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة براو عليك يا واد حليمه خلي بالك الولد ده يخصني بقول لك أنا حليمه هو خارج إمتى فدالي على طول الله أمال هو فين ما تلخبطوش يا عبده قصدك ديل ولا الليمبي يا عم قصدي الليمبي جاوبه جاوبه بقول لك إيه ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك فين الحلاوة يا عم عبده من عينيا بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي بس انا هتصرف بقول لك اهل حليمه انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي يدوم الواجب ابو بديعه او النبي احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم يلا يدوم ابو بديعه يدوم يا رجاله بقول لك ايه ايه الولا حليمه ده لازم نقتلوه يا عم ده ولا غلبان أنا هستناك في الحنطور والله ما حد عايز القتل غيرك وانت كمان يا ابو وديعة لازم نقتلوك بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقال لك الباب ده وجن ايه فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر بس هي كانت مستنقرة الزهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منت كده فبس عرفت وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على منعصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان محدش يزعجنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي يا غريب غريب تمام يا فندم مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء شفت بقى انا والله ما انا بقول لك انا بريء انا بتاع طعميه اصلا يعني افرج عنه يا باشا يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني افرج عنه عشان اعصابك لا خلاص غريب خد انت القرار عشان انا منهار يلا قوم قدام قوم ايه قوم امشي قدام على ان انا ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي ما هو قال لك اهو والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من ساعتك بقى ايه الراي بقى عليا الطلاق بنت ثلاثه ناخد الكلمه دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي ده انت غالي علينا يا باشا خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي حقك عليا فرصه سعيده جدا الف سلامه الله يخليك مبسوط ان انا خدت افراج على ايدك ربنا يخليك يا رب الله يخليك ربنا يخليك يا رب عايز حاجه ربنا يخليك ربنا يشفيك رب كرمك يا حمادي حلولي ادعيلي ربنا ياخدك ولا هو ولا وعم بقى على اطلاطه اللي انت عملته ده مش كويس خالص ودمه كفاره يا انا كفاره السجن للجدعان السجن للجدعان ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج معلش اللي ما يعرفك يسجنك وشك جاب معايا واحد تاني ودلوقتي وشي جاب معاك ايه وش رجلي تصدق انت ابن نكته
احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه، طبيخ حندنده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته؟ ايه العيال اللي متمسمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت يا جند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه ومن شبا ومن شبا من عيون الحزينة. قطع يا عم سفينة رسد علمينا ومن شبا ومن شبا. يلا يا لمبي. يلا انزل تعالى. هذا البنطلون قاعد على بنطلون انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني. آه. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي أيوه. انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي عم انا بليت في الشرب حاسب شويه، ده انا حوت وعشب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ صدق انا مش حاسب الا مع الراجل ده حبيبي. خش. لا ده معدي. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو خش. انا اختي واقفين بتنزل مخدماتي. شوفي الدوليه الناقصه بتسكي الشيش في وشي، انا هيفكوا لك لحام صدرك. جاتك داهيه في ريحه الشبار اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مأمة، وممكن تلسوعك انت واللي اتشدد لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلفندي. انا اسمي ادرا، النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلايح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش صدري. مالك يا لفندي مالك ومال البنيه؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ انا انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخه بقى عرتونه رجاله او فيش. نحمد ربنا ان احنا لحقناك يا ست امي. عشتوا. قال هو فين بيت نزله المخدماتيه دي؟ جنبنا. تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لا هو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني داهيه ودي اختي فطيصه، واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلعلاطي فيهم زي البلطيه وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده لازق لازم في نزله المخدماتيه اول عتبة. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه، بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. تعالى يا فندي عبد الحي. عليا الطلاق لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديعه، مش قادر خلاص. الله انت ايه بقيت فول تنك. عليا الطلاق لا تشرب القرعه يا ابو بديعه، دي سادس قرعه تشبط. انا خلاص شنب هيقع. يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللي همبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. اه ابو بديع، هو الواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده بالخطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب اقعد. اقعد يا ده ناخدك في سرنج. اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه ثانيه يالي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا لما الواد ده بابك معايا. خد بالك. لكن ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 افتكرت. ايوه افتكرت. كنت انت بقى لف في السنين والسنين تلف فيا وانا لف فيا وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي. السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا
رجالة اللمبي ده كلامه موزور. أبويا الولد أنا أخبط لي دماغ أبويا عمال يخش في سيء يا عم. انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق لما بقبله ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي انا بقى الحكايه حبيبي. على فكره يا جماعه الراجل ده انا مصدقه وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال الف في السنين. كمل بقى ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده نطرش الزباله اللي كناها وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى يلا بينا بقى. ده عبده انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت بتضيع. انت مش شبه عليا ولا حاجه؟ هلا فين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه انت بتتكلم اللغه. ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك. انت اكيد عبيت القريه صح؟ تستباتي انت؟ خبيبي حساب سرب اللي انت سربتيه. سرب اللي انا سربته؟ ابو بديعه ابو بديعه عرضه عبدو. يا لمبي الرجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يفهم من لما انت عرفت ان انا مرضاك انه خلقتني مرض. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم بوليس يجي واخد صورتك ياخدك على كراكون انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلعنا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كليفتي انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه خلاص هقول لك عليه انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص اقعد يا لمبي خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين. ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده. خلاص حاسبنا. ها حاسب؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك. ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بصراحه. الله. يلا بينا نروح من مكان الكازر ده. يلا بينا تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامة في زمانه. كلام اتنين. قول عبده الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده. انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه. يعني انتوا عاملين معايا بوجبات كل شويه وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم مش عارف ازاي. اتنين في واحد. حبينا حبيناه وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي انتوا التلاتة. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفين انت مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. الله يخليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشة. انت واخدنا على بيت دعارة ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعارة. بقول لك ابن نكتة.
تفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا. الله يكرمك. اقعد بقى هنا. ايوه. على من قوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله. جرى ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحده كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبتولك. لا 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 انتوا كده اوفر قوي، بصراحه ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح. مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك. نقول. انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنوني هيبقى فيه جثث، انها جثه، انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتوا لي على فلاشه اتفرج عليه بعد الفطار. يا عمو لبسه كله ولا ايه؟ فلوس ناس. فلوس ناس في علم الغيب. واجب برضه الحافظ عليها. ايه ده الكابوريايا دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لمبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياعة في الشغل. طب يا عم مياعة ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبة؟ كلمة تانية هنطيروا رقبتك. ليه طب وفلانة تبوظ؟ الله يرشد فلانة. انا معاك يا عم والله والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما خلينا قاعد اهو. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ شويه البت مربربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه. لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفره يا بت ولا لما تدفنوكي مطرحها. عرفت صوت بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفان ده؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا انا اصلا قاعد هنا. انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو دعي وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يتسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصحف الشريف وده معقول اتحرك من مكاني؟ وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي معلش اتأخرنا عليك. حبيبي أبو بديعة. أبو بديعة ازيك وحشتني والله. أنا قاعد هنا من ساعة ما أنت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا يعني معذورة. ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساء.
عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة سلمي. لا ولا حاجة. اهلا اهلا، مشرف. الله يخليك. في بيتك يا اخوي. الله يخليكي. المية دي السلمي. المية. تمام، دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي، يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان بريالة، جدي ابو ريالة الكبير، يعني عيلة معروفة في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه ده كان يعني؟ بصي ما في اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده، هو في حد تاني جاي لسه؟ اختي في حد تاني جاي؟ سيفي في حد تاني؟ يا سفيسه يا سيفي، يوه انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه، ده سي عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي، انتي مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انتي نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى، بنت العركه؟ لو انت صادق، انا الولد الطري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدق عرفتك من بقك؟ انا مش بقول برضه، عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طب مين دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مساغه غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ، الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب داهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. الحدود بينفخوا من الانسان. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف، وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك، حاولي تخلعي من هنا، اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. نماط بنت ما تمشي. بقول لك ايه، نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك بقول المزمزيل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي، شاكرين يا عم كباري، شاكرين قوي. حبيبي فين الناس في الكوسكوس؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمو، انا عايزك تحركش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك يا ابو احمدات يا سيد الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك يا ابو بديعه. طب يلا يا اخويا، ابن حبه. حاضر يا سيد الناس. انت راح فين؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح. رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. I'm
تعال. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولوا نمشي. والله دي كانت اكله حلوه قوي الاكله اللي احنا فانا طبعا ايه لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه اديته بالورده بجنبه وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي يا وي ده يا فندم مش وقته يا بني ادم احنا في مرايا هجوم خالص اوعى اوعى انا مش لوحدي انا معايا الخوه انا بقول لك اهو اوعي 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 تسوي لك نفسك اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك انت كله يثبت مكانه الله يخرب بيوتكم ضيعتوا مستقبلي وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده عاملين لي دخان وهلمه ابط لي يا ابني على الناس دي كلها خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده يا حضره الضابط الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا اصل احنا ما بنحبش ندفن بره سلو بلدنا كده سلو ليه انت منين انا مش من هنا انا من الانفوشي وانت انا حليهم اللي بيعملوا لك الشاي ولا سعاده الباشا بيعملوا لي فين في الاسم يا سعاده الباشا طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب يلا حلاوه قبط لي على الناس دي كلها كلبشها كلبشها يلا يلا يا جدع انت يلا يا حاج الضابط يا حاج الضابط احنا مظلومين الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا ربنا الجثث جثثنا الجثث دي خلاص انا وصلت لك خلاص لا تعالنيش اتفضل لي مسك حياتك كويس مسك مسك مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح قلت ايوه الواد اللبط ده انا ما يعني انت كنت عايز انا اسكت لواد خير يا زيك ولا ايه اموت في الادب اموت في الجيمي بقول لك انت بقى كلميني عن نفسك كده انت مين ها انا النوعه 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 بنت ابوها ساعات يخليني بنت وساعات يخليني واد بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست وست من الاخر ست الستات ده انت عايز تعمل سندوتشات وعايز اسالك على حاجه كده بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني قول يا اخويا انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه حريسه ايوه هو سالف منك حاجه ولا سالف مني حاجه كلمه دي خطر قوي على فكره سالف مني بقى انت عارفه عم هريسه فين عم هريسه لا انا ما اعرفوش بس يمكن ابويا يعرفه طب ابوك فين دلوقتي لا فين سبقني على الشغل ايوه طب والشغل بيشتغل ايه انت في كازينو القط الاسود انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه لا يا اموت في الادب اموت في الشامي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي Yeah.
راسك يا واد راسك. أنا لأضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبي كلاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرق قلبي كالقاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني وشعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة. شرحلك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله، انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت شو تطلعني في حتة ولا ايه؟ اصلا انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي، اعرفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي، انت تبقى ابو النوعة؟ تمام، ابو النوعة. تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. شايف انا امن انه الراجل ده مش عارف منين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمه، واخد بالي والله، واخد بالي. يظهر انك انت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وانا واخد بالي. يابا سيبه بقى، ما تشغلهاش عليه. انت عايز من اللي جابوني انا ايه في القعده دي اللي انا عطنت فيها؟ انا عاوزك تتجوز البت دي، اصلك انت باين عليك انك انت جدع من الحكايات اللي هي حكتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصح شويه رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. انا كده هنفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه، كده بقى يبقى انت البقيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، اتجوز النوعه؟ اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من بره. خلاص خلاص، هو ده. انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لان هريسة يبقى اخويا بس من ام تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم
إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش هلاقي ضفرك. والله جاي وشاري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة، يعني الإنباون ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما قبلش إن مراتي ترقص في كباريه بالليل. أموت في الآدم، أرقص الصبح بس. أنا سيد الرجالة، يعني الإنباون ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما قبلش إن مراتي ترقص في كباريه بالليل. أموت في الآدم، أرقص الصبح بس. اسم أناناس، اسم أناناس، اسم أناناس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا أحلى أحلى أنواع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي، ده أنا كل شوية أصحى من النوم
الاقيك جنبي اتنفض كده واتفز اقول مين ده؟ انا اتشقيت ولا ايه؟ اقول يا فضحتك يا انوعه افتكر ان انا اتجوزت. انام اشوفك اتفزع، انام اشوفك اتفزع، حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لان انا كان عندي وانا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس. كبوس؟ اه كان كبوس وحش قوي قوي. اه والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص ابعد بطني وانا نايمه. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب اموت في الجيلي اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده الصباح الزفت ده الصبح لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعالى يابا. تعالى يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ما شاء الله ابوك بقى كوكب الشرق جاي للصحيده. صباح الخير يا ابو النوع. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسه بعد جوازي من انواع على طهر وشدد على هريسه، فين هريسه بقى؟ هريسه ده ايه؟ الهريسه ده ايه؟ هريسه اللي انت قلت لي عليها من امك الافريقيه ده ولا الفلبينيه؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان مقطوع من شجره، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جرايه يابا انت قلت الكلام ده. انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت لا عندك اوعى تغلط. يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ اه ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه كفايه اسمه. ايه يا عبد الحاج؟ ايه؟ هي صحيح بلاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكوا بص واعمل الصح ومن الاخر، بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمه من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لمبي، وادي الطربوش. على فكره انت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعالى اتفضل. حلو كده؟ امال يلا بقى انت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريسه على طول كده. انا عرفت انك انت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. امال ايه؟ مش قلت لك يابا؟ يا ولاد ليه؟ انتوا عاملين عليا مسلسل؟ يلا بقى فين هريسه اللي خلاص؟ فوق فوق مات من غير ما اعرف السر. بقول لك ايه؟ هو ده فعلا يعني ابوك بجد؟ يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسه. والنبي طب يلا بينا. يلا. ايه ده ايه؟ انت داخله هتعملي له نمره هترقصي؟ ما تستنى تجمدي يا بنت ايه؟ توقف مع الراجل مش صباح تبشير. بتغير عليا يا لمبي. الله، امال ما كنتش غير عليك انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب اموت في الشلي. يلا بنت بقى يلا بقى. حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب. معتدي المرش. لا بخش. ايوه كده استرجل يا بنت. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا النوعة. من ده؟ ده جوزي اللمبي. جوزك؟ أمال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس عايز يتأكد من حاجة. خلق الناطق أبويا الله يرحمه. أنت عم هريسة؟ لو أنت ابن حد متدياني فأنا مش هريسة. طب لو أنا مش ابن حد متديانة أبقاني هريسة. هو اللي أنت بتدور عليه. انت مين؟ انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرى يا عم هريسه، ما انا لسه قايله لك ان جوزي اللمبي. جرى يا بنت ما تبخش فيه. الله. اموت في الادب اموت في الجلي. هقول والنبي بقى يا عم هريسه، ممكن اكون سمعت الاسم ده في حته كده ولا كده، او بشاره قالها الطالع. ايوه. لا شوف بقى طالع بقى واطلع معايا واحدة واحدة، وخلي بالك وانت طالع لا تقع. ايوه الدبانة الحمراء، يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. ايوه حفيدي جدو قريبي. قول لي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصية بتقول إن أنا لازم أبقى في النزع الأخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. أيوه
كان صحيح حكايه الكنز يا لمبي. امال ايه بيت جوزك خنتانيش ولا ايه؟ ايوه النوعه. ايوه صحيح الكنز حقيقي واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جدي يا قريبي. يلا بقى ادقلك في الطاسه بقى وخلص على نفسك بقى عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. الله يعفي نفسك. هو من اي حاجه فضحي سبيلنا حفيدك يسعد. هو الله النوعه ولا يا بت؟ اقصى عليك يا لمبي. عايز تموتني قبل اجل ما يجي؟ اهون عليك برضه. ده انا برضه جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيسة. خلاص موت على راحته. طب ايه بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ احنا فاضيين الكلام ده. اقف قادر. اموت في الهدم. اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب بالغابي عندك. تدلني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت. تعبت خالص. بالراحه علي. سيبنا موت واحده واحده. واحده واحده يا عم هريسه. كده هيبقى خانقه وكتير قوي بصراحه بقى. انا تعبت يا عم هريسه بقى. اللي موت واحده واحده. ما تاخدها ماشي احسن بدل ما تموت واحده واحده. مع السلامه عليكم. اما تموت ابقى ابعت لي. استنى يا حفيدي. ايه؟ ما دام طلعنا قرايب ما ينفعش اموت وانا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينيه صياديه. على فكره انتوا كلكم سحنه واحده في قلب العصور اللي انا شفتكم فيها. كل الخلق واحده ونفس الغيتاتها. على فكره نفس السقاله ودماغ ما فيش. واضح ان العيله الهرسيه دي عيله من قبل تاريخ التاريخ. مع السلامه عليك. يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني اهو. نفس الريحه. ريحه مين؟ ريحه بلطيه. بلطيه؟ بلطيه مين؟ بلطيه العايمه. بلطيه العايمه؟ وانت بتحب عبله كامل ولا ايه؟ احيه. مين عبليك؟ مين الحيه الكامله دي؟ بلطيه العايمه. أيوة. ستك. ست اسمها بلطيه العايمه؟ ايوه. غرقانه دي ولا ايه؟ ولا هي إيه اسمها كده؟ احلى قصه حب في المكسيك كلها. لو نبي. كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطسايه. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطسايه. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش. وتقعدوا تضربوا تلمع في حمايتين، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احيه. احيه يا عم. عيب الجمله اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه قرش على قرش يعني. ايوه. ايوه. ومره في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسه وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه. جت فين؟ انا جاي لك يا بلطيه. لا اوعى تغطس. اوعى تغطس بلطيه. انا جاي لك اهو. استنى يا عم. هي بتشدك ولا ايه بلطيه؟ عم هريس استنى. قولي على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى. لا قولي على الكنز. قولي على الكنز. قولي على الكنز الاول. قول بس. ايوه ايوه. ايه ده بقى عبيط قبل ما يموت؟ والكبار ما بيموت. يا لهوي مات. مات طبعا. يا لهوي. يا هرب افندي. يا رجاله هريس ابو الليف بيخلص خلاص. وعنده جدع اسمه اللمبي والبت قنوعه وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهوله من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟ ايوه يا جدعان. وهنعمله ايه دلوقتي؟ هرب افندي. يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا مصر. ايه اللي بتحببه دي؟ وقعت البوظه. ايه دي يا هضبه افندي؟ لا مؤاخذه خواجة عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجاله. عارف ايه؟ ربنا ينتقم منكم. الهي سوقت رمي يكون اعمى ويقفكم مره واحده على هريسه وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده. ده صحي يا بنت. ده العلامه بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي. ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع. انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ ده انتوا ولاد حلال. انت ومصحف ولاد حلال ان هو لسه واخد الدواء بتاع الانسان دلوقتي وقال قبل ان انام شويه واصحى يودوكوا على الكنز. بس كون انتوا جيتوا يعني. مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بقولك هيتفضل. مين اهو قاعد اهو نايم اهو. يعني هناخد الكنز يعني؟ هتاخده. خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. قول بقى. هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت. يلا يا زهر. يلا يا لمبي.
اللي بقى حاسب يا اولاد يا عم حاسب يا عم ده ابوك ده ولا ايه ابويا يا ابي يا حبيبي يا ابو انا ماليش غيره معلش معلش هنشوف له حل هيفوق دلوقتي طب انا محتار دلوقتي بين جوزي وابويا انا جوزك طبعا الشرع بيقول كده في اليوم ده لمؤاخذه يابا يلا معلش انا تعالى يلا هاي محدش هيجيبه غيري تعال بص بقى دلوقتي انا غصب عني لازم اسيبك وامشي في ديانه ورايا وانا هتسيبني يا لمبي ما ينفعش الديانه ورايا هقابلك اكيد هقابلك هترجع والله هرجع هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك بص البلد احتمال الاقيك انت وراه خلي بالك من نفسك يا نوع ايه الكلام الغريب ده يا لمبي يا لمبي انت يا دي الليل والنهار اللي بتنايل وقع فيه كنت فين يا لمبي؟ تيخة حبيبي أنا رجعت يا أنا رجعت يا عبد الله على السلامة الله يسلمك يا تيخة إيه ده يا عبد فرح من ده يا وده وقت يا لمبي وقت الهزار يا جدع ده الفرح متسوب وبسبوسة مستنياك والكوشة وكله مبروك يا جدع ده والنبي ده فرح أنا؟ أيوة
اصحى لان ده بلدنا السيده. صباح الخير يا بسبوسه. صباحيه مباركه يا جزيد. شفت مش انا قلت لك انا؟ امال ايه؟ قال قول لي يا لمبي. قولي يا عنان اللمبي. انت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده وانا كنت شهر؟ اه؟ لا والنبي. ورجعت ايد ورا وايد قدام؟ واهل الحته قالوا انك لقيت الكنز، وانا لا شايفه لا كنزي ولا كنز. ما ده كنز ولا كنز. اه. كنت فين يا لمبي؟ ايه يا بت؟ الله يا ساتر، انت ما بتمرش فيك حاجه ابدا، افتكر لي حاجه من ساعتين. الله. لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ اه. امال ايه؟ فين؟ اقول لك يا ست، انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بنتي لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شويه اهو ببص كده قلت ايه ده؟ ايه؟ ده مفيش كنز. رحت ماشي تاني. فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب. فتحت الباب بقى هو ده بقى، ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بمدح بعيني كده وانا جاي كده فضيت لك حتى الباب. قلت بس هو ده. رحت ضرب المفتاح فتح. لا عايز ضيع. ما انا عطشان. انا حنك ناشف. طب انا عايز اقول لك، طب بتبوظ ميه. ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ ده بانو يكونش ده الفانوس السحري بتاع النصر صلاح الدين الايوبي. الوديعه دي، الوديعه دي. لبيك لبيك ساسات ساسات. احب عمري بعد الحاجات زي كده. ما بحبش. هما مش كانوا ثلاثه؟ العفريت بيطلع من الفانوس بيقول لك ثلاثة، أنت ليه واحدة؟ هو ترى واحد بس يا مظلوم وخلص يا أخبار. لا طب على إيه؟ الوش ده لازم يتطبق ويتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح. يا أخبار تبطل في المية شوية يا واد.